والد الركراكي ما غيعقل على حتى شي واحد هاد المره وغيتخلب واحد التشكيله هربانه، وسفيان الرحيمي كيعاني من واحد اصابه خطيره. كما عارفين ان والد الركراكي كيعيش اسوء ايامه مع المنتخب المغربي، حيت مؤخرا بدا كيقدم واحد النتائج سلبيه لا مع جنوب افريقيا لا مع انغولا وحتى المنتخب الموريتاني اللي مصنف المية عالميا هو الاخر، وما قدرناش نفوزوا عليه وننماركيو عليه. وحاليا والد الركراكي كيخدم وكيضرب تماره على الخطه الجديده ديالو، وفي هذه الخطه ما غادي يعقل على حتى شي واحد، وغيدخل بواحد النفس حاره غيبلبلها في الملاعب. وفي هذا الفيديو غادي نعطي لكم التشكيله اللي غيدخل بها والد الركراكي في المباراه الجايه ضد منتخب زامبيا ومنتخب الكونغو تصفيات كاس العالم، وغادي نعرفوا مال سفيان الرحيمي، وجات له شي اصابه خطيره ولا الحمد لله بخير. في هذا الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل كامله، ما عليك غير تكمل معايا واحد الفيديو، وما تنساش دير واحد لايك لهذا الفيديو صاحبي، دير لايك صاحبي ما خسر والو، كنضربوا تمر على الفيديوهات دير لايك صاحبي راه ما خسر والو، والله ما خسر شي حاجه، دير لايك وسير بحال، ودير هاشتاغ ديما مغرب، وقول لي انت برصاوي ولا ريالي، قول لي هاتي في التعليقات يلاه، وبقى معايا اللخر. والد الركراكي او راس لابوكا كي تعتبر من الناس اللي ساهموا وتقاتلوا باش وصلنا الدومي فينال نصف النهائي كاس العالم، وهذا الانجاز تاريخي ما قدر يديرها حتى شي منتخب عربي ولا افريقي، يعني الركراكي وليداتو صنعوا التاريخ مع المغرب. دابا غير تخيل معايا الدومي فينال ربع النهائي، باقي اربعه بيكون في النهائي، تخيل شو على صوره لوحه فنيه، اللهم كرهت اخوتي نجيب هاد الصوره ونعلقها هنايا الدومي فينال تاريخ سيدي. والسبب هادشي كامل الركراكي وليداتو، حنا ما غاديش نقولوا الركراكي هو السبب هادشي كامل والركراكي دار كلشي، وحتى اللاعبين السيدي بحال سفيان بوفال امرابط زياش حكيمي بونو ونصيري تقاتلوا صراحه، حيت هاد اللاعبين جابوا العزف كاس العالم وجابوا حتى رجل المباراه بحال حكيم زياش اشرف حكيمي ياسين بونو سفيان امرابط حتى يوسف نصيري. يوسف نصيري ما خداهاش ولكن ياسين بونو اعطاها له في مباراه البرتغال ضد المغرب، قال لك انا ما نستاهلش هاد الجائزه نعطيها اللي مارك الهدف هو يوسف نصيري. يعني خمسه ديال اللاعبين جابوا العزف للبلاد، جابوا رجل المباراه سيدي ضد بلجيكا وضد كندا وضد اسبانيا وضد البرتغال وضد كرواتيا، المهم والله العظيم جبنا العزف، خمسه ديال المباريات في كاس العالم خمسه بهم كنديو رجل المباراه. وياسين بونو داها جوج ديال المرات، داها ضد اسبانيا وضد البرتغال اللي قدم مستوى عالي. وما نساوش اخوتي الاطر الفني والاطباء ديال المنتخب المغربي، هادو هما جنود الخفاء، هادو هما اللي تقاتلوا من تحت من تحت وعطاو واحد الكرينتا للمنتخب المغربي. وما نساوش رئيس الجامعه الملكيه فوزي القجع اللي دار مجهود باش يخلي اللاعبين يتقاتلوا في المونديال، وهادشي كامل النتيجه ديالو هو نصف النهائي، وكنا نقدروا نوصلوا للنهائي لولا فرنسا اللاعينه والفيفا لكنا في النهائي مع الارجنتين، ولكن الزهر ما كاينش والحاقدين ديما ضدنا. المهم واخا دوز 100 سنه ما غاديش نساو الخير ديال الركراكي وهاد اللاعبين الجيل الذهبي، ولكن واحد الوقت كيجي واحد الوقت ضروري خاصك تغيرها، واحد الوقت ضروري خاصك تبدل باش تقدر تعطي، بحال بعض اللاعبين اللي كانوا في كاس العالم طاح النيفو ديالهم، يعني ضروري خاصك تغيرهم، وحتى المدرب اذا ما بقاش يعاطي كما عاطي شحال هادي ضروري خاصك تغيرها. وكما شفنا في كاس العالم بزاف ديال المنتخبات بحال البرتغال واسبانيا وبلجيكا غيروها، يعني غيروا المدربين، وحتى حنايا نقدروا نغيروا المدربين اذا والد الركراكي ما عطاش في هاد جوج ديال المباريات ضد المنتخب زامبيا وضد منتخب الكونغو، هاد المباريات رسميه في تصفيات كاس العالم. المباراه الاولية غادي نلعبوها ضد زامبيا في شهر 6 في 3 يعني 3 يونيو، وهاد المباراه غتلعب في وسط المغرب في اكادير، وعنده يكذب عليك الكذاب يقول لك الرطوبه اللاعبين غير متالقين اللاعبين ماشي في النار ديالهم، ابغينا نفوزوا في هاد المباراه سيدي، والله ما تدوخني بالرطوبه بالخطه بشي حاجه، ابغينا نفوزوا في هاد المباراه هي بغينا نفوزوا. والد الركراكي هذيك تسمى اخر فرصه ديالك، يا عتجيب العز يا عدك حز. والمباراه الثانيه غتكون في الكونغو في 10 في شهر 6 يعني 10 يونيو، هاد المباراه نقولوا كاين الرطوبه ونقولوا كاين العايا، ولكن بغينا نفوزوها من الاخر، راه شحال هذه ما فوزنا من ايامات جنوب افريقيا من العام اللي فات سيدي، خصنا نفوزوا في هاد المباريات باش نضمنوا التاهل ديالنا للمونديال 2026، واخا عندنا فرصه كبيره بزاف نتاهلوا هاد الدوره حيت غيتاهلوا 10 ديال المنتخبات من افريقيا، ماشي بحال شحال هذه كانت كيتاهلوا غير خمسه دابا الطوبل سيدي. المهم خاصنا نجيبوا العز ولا نكحسوا في هاد كاس العالم. والد الركراكي ما نساوكش، راك انت وعدتينا في كاس العالم 2026 غتجيبوا لنا، واش كبر عليك الطاح ولا كبر عليك شي حاجه الله اعلم، المهم انت قلتيها بفمك وانا عندي لكم الدليل اخوتي، ها هو الدليل. تيم اي وانت تو شو اوف ذا وورلد ان شاء الله ان ذا فيوتشر وان افريكان تيم اون وان ميدل ايست تيم اي كان وين ذا وورلد كاب ان شاء الله ويز ا كونفيدنت ذات از امبورتانت and the support and I think in the moment to
المهم اخوتي خلينا من هادشي كامل واجي نشوفوا التشكيله المتوقعه اللي غيدخل بها وليد الركراكي ضد منتخب زامبيا ومنتخب الكونغو. هاد التشكيله من راسي صراحه انا اللي اخترعتها، ولكن انا اللي كنتوقعها. وليد الركراكي ما غاديش يبقى يعتمد على 4-3-3، غيجيب واحد الخطه اخرى هجوميه اللي عاد ماركي وعاد فرجنا. ودابا غنعطي لكم التشكيله المتوقعه ديالي سيدي في هاد المباريات، وما غاديش نستخدم العاطفه وما غاديش نقول هذا عطى في كاس العالم، هذا عطى الاسيست في 1995 1900. غادي نستعمل المنطق واللاعبين اللي كيعطيو غادي نجيبهم. وقبل ما نبداو اخوتي ادعوا مع سفيان الرحيمي بالشفاء العاجل، راه حاليا مصاب في السبيطار، ان شاء الله ما يوقع له والو ويرجعنا الملاعب في اقرب وقت. المهم في اخر فيديو غادي نعرفوا التفاصيل ديال الاصابه. ودابا خلينا مع التشكيله. في حراسة المرمى عندنا ياسين بونو أسطورة الهلال السعودي اللي حاليا صانع التاريخ، 40 مباراة بدون خسارة، والتاريخ اخوتي كيكتب الكتابة اخوتي، كتابة التاريخ يستاهل يكون أساسي. في الدفاع ما غاديش نجيب أربعة، في الدفاع غادي ندير ثلاثة وكل واحد عنطي له بلاصتو. الظهير الأيمن نصر المزراوي لاعب بايرن ميونخ. علاش غادي نجيب نصر المزراوي سيدي؟ حيت نصر المزراوي البوست ديالو هو في اليمن، وحنا كنا كنلعبوها في الشمال عليها ما كيعطيهش داك النيفو ديالو، في اليمن كيعطي. وفي الجهة اليسار غادي نجيبو نايف أكرد. نايف أكرد علاش ما كيعطيش في الجهة اليمين؟ نايف أكرد في وسط هام كيلعب في اليسار، يعني حتى في المنتخب خاصنا نلعبوها في اليسار. وفي قلب الدفاع ما غاديش النادي على غانم ساس، غادي النادي على عبد الكبير عبقى، لاعب ألافيس اللي متألق هذا العام ويستاهل يكون في البوست ديالو، حيت المباراة أنغولا أعطاه صراحة ولعب ديال بصح. المهم دابا شفنا الدفاع، جاتكم غريبة الدفاع ولكن هذا الدفاع ديالي سيدي. ودابا غنشوفوا وسط الميدان. وسط الميدان عندنا الثنائي ديالنا أمير ريتشاردسون لاعب ستاد دريمز الفرنسي اللي متألق صراحة، وقدامه أسامة العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي حتى هو متألق، وهاد الثنائي كيتفاهم مع بعضيته كما شفناه في كأس إفريقيا اللي فات. كأس إفريقيا أقل من 23 لعبوا ديال بصح وجابوا لنا كأس إفريقيا وأهلوا لنا للأولمبياد، يعني ما كاين غير روينة والبلبلة. وبزاف الناس يقولوا له سفيان أمرابط علاش ما ناديتيش عليه؟ سفيان أمرابط أخوتي حاليا متوقف، يقدر يتوقف مباراة ولا جوج ديال المباريات بسبب البطاقة الحمراء اللي تلقاها في المباراة اللي فات المنتخب المغربي ضد جنوب افريقيا في كاس افريقيا اللي فات اللي خسرنا طبعا والدا الحمراء في الدقيقه الاخريه. المهم دابا غادي نشوفوا الاجنحه. في الجناح الايمن اشرف حكيمي. علاش جيت اشرف حكيمي في وسط الميدان وما عملتوش الدفاع؟ اشرف حكيمي كيلعب هجوميا وكيلعب دفاعيا، يعني اذا جبتي في الوسط غيعطي لك هجوميا ودفاعيا، وحنا غادي نلعبوا ضد زامبيا يعني حنا خصنا نماركيو ما خصناش ندافعوا، يعني اشرف حكيمي غيصنع الفارق في الهجوم. حاليا اشرف حكيمي عاطي ديال بصح مع باريس سان جيرمان، وان شاء الله في الشامبيونز ليغ يدير شي حاجه ضد برشلونه. المهم في الجناح الايسر عندنا لاعب موناكو الياس بن صغير اللي اختار المنتخب المغربي ورفض المنتخب الفرنسي، واخا جاولو بزاف ديال العروض من المنتخب الفرنسي ولكن هو قال لك لا انا مغربي. بوست ديالو غيكون في اليسار، غيكون جناح وصانع العاب حتى هو. وفي الوسط وصانع العاب شكون هو؟ شكون هو؟ ابراهيم عبد القادر دياز لاعب ريال مدريد اللي غيلعب في العيد، يعني قبل العيد غدا، لاعب محترف وناضي وغيعطي اضافه كبيره للمنتخب المغربي. البوست ديال ابراهيم دياز دائما رسمي. وقدامه شكون؟ لاعب باير ليفركوزن امين عدلي اللي كيقدم مستوى عالي مع بايرن ميونخ هذا العام، وغادي يدي الدور الالماني او حتى الدوري الاوروبي هذا العام، سمعوا شنو كنقول لكم. وراس الحربه ديالنا ما غاديش نختار حمد الله وما غاديش نختار كعبي، غادي نختار يوسف النصيري، ان شاء الله هذه المره ما يخويش بينا ويلعب في البوست ديالو كما كيلعب دائما مع سيفيا. وبزاف الناس يقولوا علاش ما جبتيش سفيان الرحيمي؟ سفيان الرحيمي عطينا له فرصه في المباراه اللي فاتت ما عطاش في البوست ديالو. سفيان الرحيمي البوست ديالو هو الياس بن صغير، والياس بن صغير ضروري خاصو يلعب هاد المباريات باش يضمن الاساسيه ديالو مع المنتخب المغربي وفرنسا ما عاد ربح منه والو. المهم اخوتي قولوا لي كيف جاتكم التشكيله، واش ناضيه اه ولا لا، واش فيها شي خلل ولا فيها شي نقص؟ بزاف عيقولوا لي علاش ما جبتيش سيس، وعلاش ما جبتيش زياش، وعلاش ما جبتيش بوفال، وعلاش ما جبتيش، علاش ما جبتيش؟ شوف اخوتي حنا ما كنستخدموش العاطفه، حنايا خصنا نجيبوا كاس افريقيا وبدون عاطفه. قولوا لي كيف جاتكم التشكيله، وقولوا لي حتى نتوما التشكيله ديالكم في التعليقات، وقولوا لي احسن تشكيله عندكم. المهم اخوتي دابا قلتكم التوقع ديالي للتشكيله اللي غيدخل بها وليد الركراكي في التوقف الدولي تصفيات كاس العالم ضد زامبيا وضد الكونغو. هذا التوقع ديال اخوتي واحسن توقع صراحه، وبزاف ديال الناس غيتفقوا معايا. المهم دابا اجي نشوفوا مال سفيان الرحيمي وشنو وقع له. سفيان الرحيمي البارح في مباراه العين الاماراتي ضد النصر الاماراتي واللي خسروا طبعا، جات له واحد الضربه قبيحه في الراس. شوفوا معايا اخوتي على ضربه ناري اخوتي، تقدر تنهى المسيره ديالو بهذه الضربه، ولكن الحمد لله الاطباء ديال العين اطمأنوا علينا وقالوا لنا ان سفيان الرحيمي حاليا بصحه جيده في هذه الايام
رجع من الملاعب والحمد لله ما وقع له والو. صراحة احنا تخلعنا ملي شفنا ديك الإصابة، والله يشافيه والله يخليه لنا، وإن شاء الله البلاصة ديالو عاد تكون موجودة في المنتخب المغربي. وحاليا العين الإماراتي ما مقدمش شي مستوى عالي في الدور الإماراتي، حيت حاليا كيحتل المركز الثالث، المركز الأولي هربان من عند فريق الوصل الإماراتي، والثاني شباب الأهلي الإماراتي، والثالث العين الإماراتي. المهم أخوتي اللي كمل معايا الفيديو حتى الآخر يدير مربوحة باش نعرفك أنك كملت الفيديو حتى الآخر، وكنبغيك أنت كنبغيك.